بص بقى يعني حلاوتها وختامها هيبقى مسك مع الكابتن اسماعيل يوسف. احنا كده خلصنا الموسم الاول في رقم 10، يا رب تكونوا انبسطتوا معانا، حاولنا نشتغل، حاولنا نجتهد، حاولنا نديكم حاجه حقيقي جديده، حاولنا نعمل ونروح في كل مكان في العالم. شفتوا الزوم وشفتوا الاسماء الكبيره اللي كانت موجوده معانا في كل الدنيا، كل الاسماء الكبيره المصريه، حاولنا نديكم خبر صادق، حاولنا نبقى نقول او نقول الكلام المفهوم اللي يبقى منطقي مش يبقى كلام عام وخلاص، حاولنا نديكم الدلائل بالارقام، كل حاجه حاولنا نشتغل فيها مع فريق عمل عظيم جدا، فريق عمل ساعد بشكل كبير جدا ان البرنامج يظهر بشكل كويس. احنا ان شاء الله مع حضراتكم في الموسم الثاني بعد اسبوعين اجازه كده، اسبوعين مع اللعيبه مع المدربين بنتعب معاهم كلنا بنرهق مع المحللين برضه مع المحللين كلنا بنرهق كابتن اسماعيل، ما انا بقول لهم امبارح موسم صعب خدنا نفسنا اخيرا يعني خلاص الدوري خالص. نشوفكم يا رب على الف خير، دايما فخور ودايما سعيد ودايما رافع راسي جدا انا موجود في التلفزيون المصري القناه الاولى المصريه، القناه الاولى اللي طلعت عظماء وكبار جدا اتعلمنا منهم جميعا يعني ايه اعلام ويعني ايه رياضه ويعني ايه روح رياضيه ويعني ايه كلام صادق حقيقي. اشوفكم يا رب على الف خير بعد اسبوعين من الان، خليكم دايما معانا في رقم 10. ده بسرعه وجول وجول جول جمال عبد الحميد عليها لعبها جول جول يجيب الجول الاول انا ميهوب بيجيب الجول الاول ثاني لعبه يفكر يشوفه من جنبه احييكم مع بدايه حلقه جديده من برنامج الكره في اسبوع وانشا خطره جول الجول الاول للزمالك. ايوه ورقم قياسي، رقم قياسي كبير حسام حسن تقطع وتروح لصفه على الناحيه اليمين بيريح للخطيب والخطيب وهو وردون ايه الليله دي يا بيبو حسن شحاته ناشي وانتين صعبه فيه بالعباله الحلوه هو جول حلوه حسن وجول اهلا وسهلا وحلقه جديده من اهداف الاسبوع مع التعب مع خالص تحياتي حمد جعفر هات الخوت وشوط الله